السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معي في قناة بيل فام أو فويي. اليوم غادي نحضروا مائدة الكوتي في وقت وجيز، وتبارك الله غادي نحضروا داكشي كامل. الوغ اول حاجة غادي نبداو بها هو البغيوش اللي كيكون غولي. صراحة هذا شفتو عند واحد اليوتيوبوز وجربتو وعجبني ولعدي كنجربو بزاف، فهذا غادي نشاركو معكم. فانا درت هنا واحد الكاس ونص ديال حليب دافي، ضفت ليه نص كاس ديال سنيدة، نص كاس ديال الزيت، واحد القبسة ديال الملحة، انا هنا عندي 4 الكيسان ديال الدقيق، مي هنا على حساب الدقيق كيف داير، فهنا زدت واحد المعلقه كبيره عاده باش تجمع ليا. الوغ ضفت واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، بالاضافه الخميره ديال الحلوه، فاني. صراحه فاني كان عليا نديرها في الاول مع السنيده، مي انا نسيتها حتى الاخر، معليش. كما شفتوا العجينه كتجي خفيفه، دابا غادي نخليها ترتاح من 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه. كما شفتوا العجينه راه كيضاعف شويه الحجم ديالها، كنديروا الدقيق حيت كتكون خفيفه كتلصق، وكنحاولوا نبسطوها على شكل مستطيل. من بعد غادي نضيف واحد المعلقه ديال السنيده، وغادي نضيف ساشي ديال الكاكاو ولا معلقه كبيره.
وكنبدا نديرو على شكل غولي. المول درت فيه البابي كويسون ودهنته بالزيت. غادي ندير فيه العجين ديالي حتى كيخمر. صافي دابا غادي نخليه حتى كيخمر. ملي خمرت العجينه فانا هنا عندي البيض، درت فيه شويه ديال الخل وهنا غادي ندير الزرارع. ممكن لكم تضيفوا سوا الزنجلان سوا البافون، مهم اللي عندكم، وكندخلوها للفران. دابا غادي ندوزو الوصفه الثانيه وهما بيتزا بيت. هاد النوع ديال البيتزا كتكون تركيه وكتجي لذيذه. الو غادي نحتاجو 4 الكيسان ديال الدقيق، كما شفتوا انا كنعبر بالكاس ديال العنبه. ضفت واحد المعلقه صغيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، و ساشي ديال خميره الحلوه. غادي نضيف واحد القبصه ديال الملحه، غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، سينا الا كان عندكم ياغور طبيعي كتضيف واحد المعلقه كبيره. عندي هنا كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي ونص كاس ديال الزيت. بالنسبه للعجين غادي نجمعوه بالماء اللي كيكون دافي. العجينه كتجي رطيبه وغزاله، يعني الا جربتوها راه ما غاديش تندموا عليها نهائيا. ودغيا كتجمع، ما كتاخذش الوقت بزاف. فانا غادي نكملها في العجينه. كما شفتوا العجينه كتجي خفيفه ودغيا كما قلت لكم كتجمع. دابا غادي نخليها كترتاح على ما نوجد العماره لا غارنيتور ديالنا. بالنسبه للعماره ممكن لكم ديروا اللي بغيتيو، فانا غادي نبارطاجي معكم العماره اللي غادي ندير. فغادي ناخذ شويه ديال الزيت، غادي نشحر فيه البصله اللي قطعتها طريفات صغار. بالنسبه للبصله فغادي نشحرها غير بالملحه والابزار. ملي تشحرت البصله حيدتها، وفي نفس المقله ضفت الفلفله خضراء حتى هي كنضيف ليها الملحه والابزار. واخر حاجه هو خيزو حكيتو وحتى هو كنشحرو بالملحه والابزار. لا غارنيتور ديالي ها هي واجده. انا غادي ندير الطون على حسب الاختيار، وكاشير والفروماج حمر. بالنسبه للكرات ديالي ف درتهم كرات صغار. غادي ندير الدقيق على سطح العمل وغادي نحاول نبسطهم على شكل طولي. نتوما كتحكموا في الحجم واش بغيتوهم كبارين ولا صغارين. صافي وكنبدا نجمع الجناب، كنضغط عليهم باش ما يتحلوش لكم في الفران. كنجمعهم مزيان
الوغ بالنسبه للعمارة فانا درت حتى لاصوص طوماط، درت العمارة عادي ديال البيتزا. يمكن لكم هنا ديروا البيشاميل ولا غير تكتفيوا غير بالفخوماج، البصلة، غادي نضيف خيزو، الفلفلة، طون، شوية ديال الكاشير والفخوماج. جاو غزالين صراحة البنات، حتى الشكل ديالهم تيجي راقي. دابا غادي ندوزو باش غادي نصايبو المسمن المعمر، واحد لاباط اللي كتجي لذيذة، و او ميم طون غادي تشوفو الطريقة غادي تصايبوه دغيا. الوغ هنا عندي واحد 500 غرام ديال الدقيق، الملحة، واحد راس معلقة ديال السنيدة، راس معلقة ديال خميرة الحلوة، عندي هنا واحد 4 المعالق ديال الزيت، المعالق تيكونو كبار. و بالنسبه للعجينه غادي نعجنو غير بالماء ديال الروبيني. شوفوا العجينه كيفاش كتجي تبارك الله. دابا غادي نقسمها على زوج وغادي نديرها في واحد البلاستيك فيها الزيت كترتاح شويه على ما كنوجد لا غارنيتور. بالنسبه لا غارنيتور يمكن لكم تعمروا باش ما بغيتيو، فانا غادي نعمرها. هنا درت البصلة، الفلفلة حمراء، خيزو محكوك والكفتة. بالنسبة للتوابل فدرت الملحة، الابزار، سكينجبير، لاصوص صوجا، مرقة سيدنا موسى باش كتنسم لينا، وشوية ديال الهريسة، وغادي نضيف الفيرميسيل. بالنسبة للطريقة فغادي ناخدو كره من هذوك الكرات غادي نبسطوها. بالنسبه باش تبسطوها غادي تذوبوا الزبده مارغرين مع شويه ديال الزيت. العجينه خاصها تكون رقيقه. فالاولى ها هي وجدناها. هنا اختي هي اللي كتكلف بالطي.
ومره مره ضيفوا هذيك زبده مارغرين صافي وغادي نطويوها بحال شي مسمنه عاديه. من بعد غادي ناخدو هذيك المسمنه اللي صايبنا غادي نبسطوها مره اخرى وكنحافظوا على داك الشكل المربع بحال اللي كنبسطوا الرغايف. من بعد غادي تحيدوا الجوانب باش كتجيكم مقاده وكنقسموها. صافي وكنبداو نديرو العمارة ديالنا كما شفتو كما درت لهاد المربع الاول غادي نديرو المربع الثاني وهكذا كتربحو الوقت وعوض ما غادي تبقاو تورقوا كل وحدة وغادي تعمروها. هاد الطريقة كتسهل عليكم باش تديرو المسمن وميم طون كتسهل عليكم باش تربحو الوقت. كما شفتو كنعمر المسمنات وكنضيف الفرماج حمر صافي وكندير ليهم الزيتونه. ملي غادي نبغيو ندخلوهم الفران غادي ندهنوهم بالبيض مخلط مع شويه ديال الخل والفران خاصو يكون سخون مزيان صافي وندخلوهم يطيبوا من التحت ابخي من الفوق. وهاد الطبيله ديالنا ديال كوتي واجده فوالا المسمنات معمرين هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجي لا بريوش كيفاش كتجي. انا غادي نقطعها لكم باش غادي تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل لي بيت ملي كيتحمروا وخلاص الرغايف كل واحد فينا كعرف يحضر الرغايف. بالنسبة لبغيوش فكيجي الشكل ديالها بحال هكذا. وعلى هاد الكويز ديال اتاي غادي نختم لا فيديو ديالي وكنتمنى انكم تجربوا هاد الشهيوات حيت ما غاديش تندموا عليهم. بالنسبه للناس اللي باقين ما تابوناوش تابوناو في لاشين. بسلام عليكم.